الكهوف والمغارات في سقطرى عالم من الغرائب والأسرار. جزيرة سقطرى واحدة من أهم 4 جزر في العالم، فهي جوهرة اليمن وموطن الجمال وإحدى العجائب. أساطيرها كثيرة وأسرارها لا تنتهي، تضاريسها متنوعة تتوزع بين جبال شاهقة وسهول منبسطة وهضاب وأودية وخلجان. حتى صحراؤها فريدة من نوعها، كهوف ومغارات تنتشر في مواقع عديدة من أرخبيل سقطرى. والكهف أو المغارة عبارة عن تجويف صخري في بطن الجبل، وهو ممتد لمسافة طويلة تصل إلى عدد من الكيلومترات من بداية مدخلها إلى نهايتها. تشكلت من الترسبات الكلسية، تبدو للزائر أشبه بحراب ورماح وأعمدة كلسية معلقة وفي هيئة ثريات بلورية بديعة، فيما يظهر بعضها على هيئة نباتات متسلقة أو حدائق من الزهور والشعاب المرجانية، مما يضفي عليها بعدا جماليا أخاذا يضاف إلى تكويناتها ونقاء هوائها. بعض الكهوف تعد موئلا للطيور الجارحة، ومنها ما يعد مأوى للمواشي التي من اللافت انتشارها بمنأى عن تهديدات الحيوانات المفترسة التي تخلو منها الجزيرة، وتمثل هذه ميزة من أبرز سمات سقطرى. في أرخبيل سقطرى أكثر من 52 كهفاً ومغارة، أبرزها مغارة ديجه، وكهف جنيبي شبهن الواقع في منطقة دكسم، وكهف حوق الذي يعد أعجوبة وواحداً من الغرائب الطبيعية في العالم. يصل عرضه إلى 1000 متر، بينما طوله يزيد عن 13 كيلومتراً كأطول كهف في الشرق الأوسط، وفقاً لدليل المعلومات الصادرة عن جمعية أصدقاء سقطرى في المملكة المتحدة عام 2018. على جدران الكهف تتوزع ترسبات كلسية وصواعد وهوابط وتكوينات شفافة مشكلة لوحات بديعة. يمتلئ الكهف من الداخل بالعديد من النقوش التاريخية والرسومات الساحرة والزخارف المدهشة والقطع الفنية الأثرية المنحوتة والمنقوشة على جدران الكهف. استخدم الكهف في السابق كمعبد ديني ومكان يأوي إليه المسافرون والبحارة من أنحاء العالم كافة، وقد عثر في الكهف على أوان فخارية كانت تستخدم في الطقوس الدينية والأغراض المعيشية الأخرى، كما عثر فيه أيضاً على العديد من النصوص واللوحات المكتوبة بخط المسند، منها لوحة خشبية دون عليها أنا عبقر السومري، أرجو ممن وجد هذه اللوحة أن يقرأها ويحفظها في مكانها في الكهف. اللوحة يعود تاريخها إلى 500 عام قبل الميلاد، وفي منتصف الكهف يوجد شلال وعيون مائية، فعلى مدى آلاف السنين شكلت قطرات المياه أحواضاً لمياه عذبة وتكوينات فنية كلسية غاية في الروعة والجمال. هذه الكهوف والمغارات سر من أسرار سقطرى التي لا تنتهي عجائبها، وتعد من الغرائب الطبيعية في العالم، وما زالت محاطة بالكثير من الغموض وتتطلب تأهيلاً كونها تشكل معلماً سياحياً بارزاً ومميزاً في أرخبيل سقطرى.